قلق تجاه تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، عبر عنه رؤساء الوفود الحكومية العربية وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية المشاركون في الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العربي المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع مثل المغرب فيه السيد سعيد الخطري. لا يمكننا إلا أن نقدم المزيد من الدعم لباقي الدول العربية حسب التجربة التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية، وقد تقدمنا إلى المجلس التنفيذي مع باقي 7 دول، وسندعم كل البرامج التي اقترحت والتي صادق عليها المجلس من أجل تطوير الأرصاد الجوية في كامل الدول العربية إن شاء الله. المشاركون دعوا إلى تطبيق أفضل الممارسات لنظم الإنذار المبكر في دول المنطقة، كما ثمنوا مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع كآلية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من المخاطر المترتبة عن الطقس. هي مبادرة بتعمل على اعتماد نظام للإنذار المبكر خاص بالأرصاد الجوية، بيغطي كافة دول العالم وبيحمي من التغيرات الجوية المفاجئة بحيث أن يكون لدينا إنذار مبكر بها. هذا وطرحت مجموعة من القضايا للنقاش خلال الاجتماع، أبرزها الاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية وتدريب وبناء القدرات، وأهمية الدور الإعلامي في مجال الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى كيفية إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، فضلا عن أهم المستجدات في مجال تغير المناخ.